بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اليوم عندنا يونت 60 وعندنا حروف جر تاخذ بعض بعض حروف الجر اللي تاخذ فعل بي ان جي. طلابنا الاعزاء عندنا هذه حروف الجر اللي تشوفونها امامكم كل هذه حروف الجر تاخذ وراها فعل بي ان Are you interested in working؟ نصيحة لله هذا الجدول تحفظونه. أنت تجي وياها ان ورا ال ان يجي فعل بي اي ان جي جود تجي وياها ات تجي وياها فعل بي اي ان جي اذا كل هذه حر... كل هذن الكلمات نحفظ وياها هاي الافعال وهاي الافعال وهاي الظروف عفوا الحروف الجر يجي وراها فعل بي اي ان جي طبعا اخوان هي قاعده ثابته وين ما يجيك حرف جر يجي وراها فعل بي اي ان جي هاي قاعده يعني لما يكون اكو فعل يعني اكيد before going حتى شوف حتى انا انا هنا هسه مثلا عندي كلمة before before ايضا يجواها فعل بي اي ان جي before وافتر before going قبل الذهاب after leaving بعد الذهاب حتى الباي مرات يجي وراها فعل بي اي ان جي باي ريدينج استاذ حسان شقرة تحفظ هذا الجدول تحفظ البيفور والافتر والباي يجي وراها انفع في اي ان جي كلها ذنّي يجي وراها فعل بي ان جي تحفظ لي مثل اسمك عندك ال to أيضا يجي مرات وراها فعل بي آي انجي. we decided to بس هاي decided to we liked to احفظ لي decided we had to وراها فعل بي إن احفظ لي liked we had to تجي وياها فعل مجرد I would you like to meet we decided to travel احنا قررنا ان نسافر اذا decided to يجي وراها فعل بي إن liked to يجي وراها فعل بي إن عليها زين طيب زين التو تجي ايضا؟ يجي وراها ايضا اسم مكان اللي هي الاله او مثلا وقت طيب مره اخرى بالبدايه عندنا ذني كل هذني نحفظ هذا الجدول هذني اللي بالبدايه خصوصا يعني احفظهم هذني الجمل كلهم يعني صراحه احفظهم حتى ذنك باللغه. Are you interested in working for us؟ هل انت مهتم للعمل معنا؟ I'm not good at learning language أنا لست جيد بتعلم اللغات هذين كلهن تحفظهن وهي يعرف الجر وتكملهن بعدين تعرف لي أن ال before وال after يجي وراها فعل بي إن جي كذلك الـ by وال without كل هذين اللي يجي وراها فعل بي إي إن جي تعرف لي أن الـ to الـ to يعني الـ to عندك الـ to يعني لها حالتين التو ممكن يجي وراها فعل مجرد to travel to meet شوف كل ذنب يجي وراها فعل مجرد كذلك يجي وراها ايضا اسم مكان طبعا هو بالامتحان ما راح يتعب لك يعني مثلا بالامتحان راح يجيك سؤال يقول لك ويديسيد تو ترافل لو تو traveling هيج هيج تجيك بالامتحان مثلا على سبيل المثال على سبيل المثال يجيك بالامتحان يعني آه مثلا آه آه We ran 10 kilometers without stop or stopping. هي تجيك بالامتحان يعني ما راح تجيك يعني معقدة جدا. طيب كذلك عندك ال with عندك هنا هذا fit up with ذني وراها فعل بي إن جي about وراها فعل بي إن جي. شوف هنا أنا ليش قلت لك عرف لي decided to لما تجي decided to وراها فعل مجرد بس لما تجيك traveling driving to traveling شوف لذلك دائما اعرف اللي وراها يا اخوان دائما اعرف لي اللي وراها يعني لا تحفظ لي التو لان من تحفظ التو حدها تدوخ ليش اقول لك دائما من البدايه قلت لك والله والله انتم تسمعوني هسه والله ما اعرف انه اكون ملاحظة على قبلها بس اني اعرف هاي المعلومه دائما يعني بكل الانجليزي اعرف اللي قبلها انترستد ان in وراها فعل بي اي ان جي اعرف لي انه عن البيفور والافتر ذن اعرف لي انه decided to يجي وراها فعل مجرد، و like to يجي وراها فعل مجرد، بس لما يجيك driving to لا يجي وراها فعل بي اي ان جي، و forward to فعل بي اي ان جي، وال how about يجي وراها فعل بي اي ان جي، و I am fed up with فعل، بإنجي. يعني بشكل مختصر بشكل مختصر لا تعب نفسك ولا تعبني ولا تعب استاذك ولا تعب ضميرك ولا تعب عقلك، سوي شغله واحده خذ لك دفتر وقلم ها عيني. واكتب لك كل هذني اصلا موجودات هنا بالملزمه انا مسويهن ان شاء الله والملزمه موجوده بالمكاتب تقدر تاخذها يعني وتقدر تشوفها انترستد ان انترستد ان تكتب لي ذني شج وراها تعرف لي ان ديسايد تو تحفظ لي ان كذلك ديسايد تو واللايك تو يجي وراها فعل مجرد تسوي لي قائمه وتكتبهن على شكل قواعد يطلع بهن في 20 جمله او 15 جمله تحفظهن هذا اليونت انتهى بجيبك بعد وراح يفيدك باليونتات القادمه جدا اذا ضبطت هذا اليونت راح يفيدك باليونتات القادمه بشكل مو طبيعي